لأن هو غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية كان أحد أسباب التداعيات اللي احنا شفناها مش في الجولة ديت، في 5 جولات من الصراع خلال ال20 سنة اللي فاتوا، غياب الأمل، حالة الإحباط، اليأس، ده كل دي كانت عبارة عن أسباب أدت إلى الاقتتال اللي احنا بنشوفه بشكل أو بآخر. فاتفقنا على أن خروج الفلسطينيين ده مش حل، لأن إذا كانت الحل الدولتين لم ينجح والفلسطينيين موجودين على أراضيهم، يبقى مش معقول إن هم ممكن ينجحوا وهم مش موجودين على أراضيهم. دي نقطة.